مساء الخير مشاهدينا، أهلا فيكم بحلقة جديدة من نبض بيروت. اللي دايما من خلال هذه الحلقات بنحاول نسلط الضوء على أبرز المستجدات، إن كان على ساحتنا الداخلية أو إقليميا أو دوليا، خاصة أنه التطورات تتسارع حينا وتتباطأ حينا آخر، ودايما الترقب والحذر بيكونوا هن الأساس بترقب الأحداث السياسية وارتباطها بالأحداث الأمنية المنطقة تحديدا. بيسعدني أن أستضيف بهذه الحلقة الدكتور قاسم حدرج، مستشار في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا فيك دكتور، تحياتي ست شرفتنا. ناتالي، يعني 9 أيام بالتمام والكمال مرقت على الاغتيال اللي صار بالضاحية الجنوبية لبيروت أو بطهران، يعني القيادة بحزب الله شكر وهنيه بطهران، هالاغتيالين الكبار اللي على أثرهم كان أنه رح يصير في رد، وآخرهم خطاب السيد نصر الله بأسبوع الشهيد شكر. وينه هالرد؟ إذا تحية لك للمشاهدين الكرام، يعني وانطلاقا من مقدمتك خلينا نقول أنه العالم اليوم يعيش على سطح برميل بارود ساخن ويحمل الشعلة فيه نتنياهو بانتظار الإشارة الأمريكية لإشعال العالم من بحر الصين الجنوبي إلى محورنا الجنوبي وما حوله، اليمن وإيران وسوريا والعراق وكل المنطقة. وإذا بحثنا خلف كل هؤلاء سنجد أن المواقف الأمريكية الداعمة لهذا الكيان الإسرائيلي الذي يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، يعني في ظل غياب القانون الدولي والمنظمات الدولية عن أي فاعلية تمنع هذه الحروب وتحمي السلم والأمن الدوليين الذي أنشئت لأجلهم ولكن فشلت في هذه المهمة حتى الآن. الحدثان اللي تحدثتي عنهما هو مرحلة من مراحل هذا الصراع مع العدو الإسرائيلي، وربما في ظل كل التصريحات المجنونة التي شهدها العالم بعد هذا الحدث خرج الصوت العقلاني الوحيد من بين هذه الأصوات هو صوت سماحة السيد الذي أعاد الأمور إلى نصابها الحقيقي والطبيعي، وطلب من الجميع التريث. فمحور المقاومة يعمل ولديه أفق لهذه المعركة، ولا يعمل بردة الفعل ولا بالعشوائية التي ينتهجها نتنياهو، والذي اعترف اليوم بأن ما قام به سيشكل مخاطر على إسرائيل، وبأن خطر اتساع هذه المعركة هو يعني يوقع إسرائيل بخطورة شديدة، ولكنه سيخوض هذه المغامرة. هذا المحور لا يخوض مغامرات ولا يراهن بس مش مغامرة، قال بكل صراحة الرد آتن وحتمي، ولكن أي متى يعني آتن بعد ما تتميع الأمور، أو الرد على شكل الرد على اغتيال سليماني، يعني كمان عم بيصير في الربط ما اغتيل قاسم سليماني ما كان في رد بالمستوى اللي على قدر هذا الاغتيال، وسمعنا السيد بتقييمه لهذا القائد شكر اللي سقط شهيد مؤخرا قد ايه كان مهم بصفوف الحزب، يعني الا يستحق انه ياخذوا له بطاره بين مزدوجين؟ يعني اولا عاده انه يجب المقارنه ما بين الهدف والخصم. نحن نتحدث عن جماعه ارهابيه اقدمت على هذا العمل، وبالتالي على دوله كبيره مثل ايران او على تنظيم كبير مثل حزب الله أن يقوم بالرد. نحن في مواجهة مع الأطلسي، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع إسرائيل، وبالتالي في حفلة جنون يريدها نتنياهو كما يشاء، وبالتالي نحن ندرس هذه الخطوات. يعني نتنياهو عم بيستفز الحزب لا يروح لها الرد وطول على المنطقة هو هيك بده. لقد قام يعني بخطوتين مجنونتين في توقيت يعني غير محسوب. ويعني أعيدك بالتذكير أن يعني من يتحدث عن الرد على اغتيال سليماني على أنه رد ليس بالمستوى، هذه وجهة نظر. أما عندما تقوم دولة كإيران محاصرة منذ 40 عاما بقصف قاعدة أمريكية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، يتجرأ أحد على استهداف قاعدة أمريكية، هذا بالبعد المعنوي له يعني قيمة كبيرة ومدلول كبير على أن هذه الدولة قادرة على تحدي الولايات المتحدة الأمريكية وقادرة على قصف مواقعها. ولم يجرؤ ترامب الذي كان يفخر بالزر النووي ويهدد إيران كل شوي أنه بده يقصف إيران، ضربته إيران في عمق قواعدها العسكرية ولم يتجرأ على رد. وبالتالي يعني من المرأة هذه أنه من رد عرضي ولا رد بسيط. في المرحلة الثانية سماحة السيد تحدث في المرة الأولى عند اغتيال الشهيد صالح العروي في قلب الضاحية الجنوبية، قال أن هناك شبكة أمان للضاحية الجنوبية اخترقها العدو الإسرائيلي في إطار المعركة المفتوحة التي بيننا وبينه، وبالتالي سيلقى الرد المناسب حولها. وبالتالي خروج إسرائيل
عن قواعد الاشتباك لا يعني أن تجرنا إلى حيث تشاء. نحن حددنا الأهداف بأن إسرائيل ستلقى ردا حاسما وموجعا وقاسيا بمستوى الاستهداف الذي قام به. اغتيال باغتيال يعني؟ لا لا لا، لو كنا يعني نريد يعني في حيكون شخصية إسرائيلية هدف؟ لا لا، نتنياهو إذا رجعنا شوي لورا عم نشوف السياسة اللي عم يتبعها. نتنياهو ذهب ليصطاد في الماء العكر بموضوع الأطفال في مجدل شمس، الأطفال العرب السوريين المسلمين التابعين لطائفة الموحدين الدروز، واعتبرهم أنهم مواطنين إسرائيليين ويجب أن يتأر له. وبالتالي كان على المجتمع الدولي الحريص الآن على التهدئة أن يمنع نتنياهو من نزع صمام الأمان للقنبلة، قنبلة مجد الشمس التي حملها وقال سأفجرها في حزب الله. هذه الدرية. وبالتالي اليوم نتنياهو يتمنى أن يقوم حزب الله أو إيران باستهداف مدينة بين قوسين وإيقاع ضحايا مدنيين ليعود إلى نظرية حق الدفاع عن النفس ومواطنين إسرائيليين. هذه الذريعة سقطت الآن من خلال المدى الزمني الذي اعتمده سماحة السيد واعتمدته إيران. لماذا؟ كان يعيش نشوة هذين الحدثين نتنياهو وبانتظار أن يقوم المحور برد سريع عليه يفتح له المجال أمام شيء يستثمره في ظل هذه الوقفة الأمريكية إلى جانبه واستغلاله لفترة تصريف الأعمال في الإدارة الأمريكية وتنافس الحزبين على استرضاء إسرائيل لنيل هذه الأصوات. وبالتالي هذا المدى الزمني ماذا فعل؟ كشف كل أوراق نتنياهو. لذلك أقول لك أن الصوت العقلاني الذي صدر عن سماحة السيد قلب كل الموازين. يعني لقد وجهنا عدة ضربات لإسرائيل. أولا الضربة الأولى وجهتها حماس ردا على اغتيال الشهيد إسماعيل هنيه من خلال تعيين السنوار الذي جعل الإسرائيليين يفتحون ملف نتنياهو، إنه هذا الرجل الذي تعتبره الإرهابي الأول المطلوب الأول اختلته 6 مرات إعلاميا بأنك نجحت في إقصائه، هذا الرجل أنت الذي أطلقت سراحه في صفقة جلعات شاليط 1000 أسير فلسطيني من ضمنهم يحيى السنوار مقابل جندي واحد، الآن ندفع أثمان كبيرة لأجله. إسماعيل هنية الذي كان يذهب إلى قطر ويذهب إلى مصر ولين الشكيم ويمكن التحدث معه، الآن أتيت بيحيى السنوار الذي تعتبره خصمك، كيف تفاوض شخص تعتبره أنت المطلوب رقم واحد والإرهاب؟ هذه واحد. اثنين، بس رد أمريكا كان واضح أنه يعتبر أنه إرهابي يعني يعتبر ولكن ماذا سنسير في الصفقة؟ وهم يعلمون أصلا بأن كل المواقف التي كانت تطلقها حماس ردا على المبادرات الأمريكية وغيرها كانت تمر عبر يحيى السنوار. ولكن رمزية يحيى السنوار بأنه المهندس الأول لعملية طوفان الأقصى، أتى هذا الرد يعادل طوفان الأقصى. تعيين يحيى السنوار يعادل وقعه على إسرائيل، وقع 7 أكتوبر على نتنياهو. هذا واحد. اثنين، ذهب مفعول المخدر والنشوة والآن بدأ يظهر الألم. ماذا حققت من هذين الاغتيالين يا نتنياهو؟ هل أعدت النازحين من الشمال بداية بما يتعلق بحزب الله؟ هل عدت النازحين أم تضاعف عدد هؤلاء النازحين؟ تضاعف عدد المهاجرين طوعا من مطار بن غوريون، تعطلت المصالح الإسرائيلية، مطار بن غوريون خالي، البورصة الإسرائيلية سقطت، الاقتصاد الإسرائيلي على الترقب، كل هذا أيضا تعيشه إسرائيل في هذه الفترة. طيب موضوع إيران، موضوع إيران هون بيت القصيد. يعني أوكي فهمنا حزب الله يتروى لأنه ما بده يروح مطرح ما نتنياهو بده، هو لا يتروى. الموضوع له شقين. أوكي حسب أول شق تحدثنا عنه. ولكن إيران يعني حتى السيد نصر الله حكى أنه ممكن يكون الرد مشترك وممكن كل طرف يرد على حال، يعني ما عطينا الشكل له أبعاد أوزر نتحدث عنه. يعني إيران إذا كانت تنوي أن ترد، هون لم ترد أو ردت بإطار غير مباشر بتعيين السنوار، مش طهران أكيد حماس يعني، بس أنه كان بالشكل عملانيا قادرة ترد. خاصة شفنا الأردن ما حيخلي المجال الجوي هالقد مفتوح، كل الدول يعني السعودية نفس الشيء، من وين بده يرد؟ من البحر يعني عظيم. حيث الأسطول الأمريكي. يعني اولا لا يمكن ان نسال هذا السؤال بعد احداث 14 نيسان، حيث البعض او كثير شكك بقدره ايران على الرد على الكيان الاسرائيلي. مجرد اتخاذ القرار وتوجيه الصواريخ والطائرات المسيره الى الكيان الاسرائيلي هو بحد ذاته رد كبير بغض النظر عن الاهداف، وكلنا يعلم ان ايران حددت اهداف ووصلت اليها واصابتها بدقه. في المره السابقه استغرق الرد حوالي 13 يوم، وبالتالي اليوم هناك واقع مختلف.
سماحة السيد القائد عندما طالب القوى العسكرية بالتحضر، أمرهم بالتحضر لأمرين: الأمر الأول استعداد للهجوم ردا على هذا العدوان، والتحضر بالدفاع لأن إسرائيل قد يعني تلجأ إلى خطوة مجنونة، كذلك الأمر قد تورط الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يعمل على هذين الأمرين. نحن لا نخبط خبط عشواء ثم ننتظر، يعني كما فعل نتنياهو ارتكب هاتين الجريمتين والآن ما ليس لديه خطة لليوم التالي حول ردود حزب الله، لا يعلم متى التوقيت وأي هي الأهداف، وبات يستعجل هذا الرد، حتى مستوطنيه يستعجلون هذا الرد الذي اعتبره سماحة السيد أيضا بمثابة عقاب له. أما موضوع هل المحور بأكمله سيرد أم بشكل فردي، يعني سماحة السيد استخدم الغموض البناء من جهة لجهة الأهداف ولجهة طبيعتها لجهة توقيتها ولجهة تنفيذها، هل هو فردي أم جماعي؟ وهذا لديه أسبابه. الدبلوماسية الآن تتسابق مع الميدان، وبالتالي المحور اليوم لا يقدم ورقة كالتي يتم الحديث عنها في الإعلام أن وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة وانسحاب إسرائيل، لأن هناك مواضيع أكبر من ذلك بكثير، لأن الميدان الفلسطيني توسع بحيث شمل المنطقة بأسرها. مصير القوات الأمريكية في هذه المنطقة، ماذا يفعل الأمريكي في سوريا خاصة بعد المصالحة أو قرب الوصول إلى مصالحة تركية سوريا، ماذا يفعل الأمريكي بعد مصار المؤتمر؟ يعني عندنا إرهاص، عندنا رسائل إيجابية متبادلة بين الطرفين، وبالتالي الوجود الأمريكي هو وجود يعني يعرقل السلام في هذه المنطقة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بين الجيران وإنهاء الحالة الإرهابية الشاذة على الأرض السورية. كذلك الأمر، هناك قرار من البرلمان العراقي من سلطة تشريعية تعتبر القوات الأمريكية هي قوات احتلال وتدعو إلى إيقاف الاتفاقية الأمنية وإلى انسحاب الجنود الأمريكيين من العراق. أيضا مصير هذا الجيش الأمريكي أو القوات الأمريكية ماذا تفعل في العراق. بالنسبة للشق اللبناني، اليوم الجميع يطالب بال 1701، حزب الله على رأس المطالبين بتطبيق ال 1701 لأنه اللي عم يخرقه هي إسرائيل، ولكن التطبيق الكامل يعني ال 1701 يتضمن في بنوده القرار كافة القرارات الدولية السابقة على ال 1701 من ال 425 و 426 والانسحاب من كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل. وبالتالي لدينا إذا استثنينا مزارع شبعة فلدينا لدينا 3 فرشوبة والجزء الشمالي من قرية الغجر و13 نقطة المتنازع عليها. هناك موضوع الاستثمار البحري وفي موضوع الغاز والنفط أيضا، أنه لبنان من حقه أن يبدأ باستثمار ثرواته. كل هذا يحاول حزب الله تحقيقه أو يهدي الدولة اللبنانية أوراق القوة لأجل هذا الموضوع. هنا نحدد طبيعة التي ستحدد مسار هذه المفاوضات. في حال كانت مسار المفاوضات دبلوماسية إيجابية وذاهبون، وأنا أقول أن مسارات الحل هي الأقرب، سيناريو الأقرب إلى التحقيق من سيناريو الانفجار الكبير الذي يعني يروج له بعض. أنا لست محللا سياسيا ولا محللا استراتيجيا. كان عم بفهم منك أن الزكاة بيكون بالوصول لحل سياسي أفضل من التسرع بالرد. حتى لا، حتى أجملك إياها، رد حاصل. إنه لأنه إذا حصل الرد ثلاثي، إيران، حزب الله، أنصار الله، لأن أيضا هذا يعني إذا لاحظتي سمحت السيد استبعد العراق من موضوع الرد الرباعي، لأن الرد على قاعدة عين، لأن من خلص ردوا يعني تعرضوا هم لغارة من القوات الأمريكية، وبالتالي ردوا على قاعدة أمريكية، الرسالة وصلت، وبالتالي إسرائيل لا علاقة لها. يعني يمن، يمن، إيران، حزب الله. في حال تم هذا الرد ثلاثي معناها نحن ذاهبون لإقفال هذا الملف وانتهى. إقفال يعني من أي ناحية؟ يعني إقفال الملف كيف؟ إنه سنصل إلى تسويات، لأن حتى بايدن اليوم في تصريح مفاجئ تحدث وقال أنا أتمنى أن يكون الرد مما تستوعبه إسرائيل ولا ترد عليه، وإذا كانت مضطرة إلى الرد أن ترد بشكل متوازن مع حجم هذه الضربة بحيث لا نذهب إلى توسع في الحرب الشاملة. وإذا كانت أمريكا لا تريد الوصول للحرب الشاملة، نتنياهو يعلم بأنه لا يستطيع أن يخوض هذه الحرب، إلا لأن نتنياهو فليعلم الجميع إسرائيل هي مسدس، والمسدس الفارغ لا يقتل. الرصاص عندما يحشى بالرصاص الأمريكي يقتل، وبالتالي هو بحاجة لهذا الرصاص الأمريكي. يعني بلد ضوء أخضر أمريكي. نحن لا نرى، مع احترامي لكل اللي عم يطلعوا محللين سياسيين وعسكريين بيقولوا للعالم فهمتوا علينا لا، وعم وضح الكون وانتبهوا وعم بشرح الكون، والألوي خلصت مناوراتها وفيتين من هون وهذا يعني ما في شيء من البقاع، يعني معلش
ليش؟ ما اليوم الإعلام عليه مسؤولية كتير كبيرة أن لا يهول على الناس. يعني شفتوا إذا صاحب الحل والربط وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذه المعادلة سمحت السيد تحدث بهذه اللهجة الهادئة المرنة العقلانية وبسط الوقائع كما هي وتحدث عن أمرين غاية في الأهمية سحب من خلاله من البساط من تحت أقدام نتنياهو. نتنياهو يقف في الكنيسة الإسرائيلي وفي كل مواقفه يرتدي القلنصوة الدينية تبعية اليهود المتطرفين، يتحدث باللهجة توراتية، يتحدث بأننا مهددين وجوديا ولست لدينا مكان آخر نذهب إليه. ماذا فعل سماحة السيد؟ قال له نحن لسنا في معركة إزالة إسرائيل، ولولا أنك خرجت عن قواعد الاشتباك وألزمتنا بهذا الرد لما كنا ذاهبون. صبعتنا على هالسؤال بالذات. شو يعني؟ شو يعني هلأ بطل الهدف إزالة إسرائيل كمان بتعلق على هذا الكلام؟ وكأنه في فترة سمعنا كمان أنه إسرائيل مش عم نشبه بس انه هي المعركة اليوم بين العدو الإسرائيلي والمقاومة اللي هو حزب الله جزء من هذه المقاومة الكبرى على صعيد المنطقة. كان حديث العدو الإسرائيلي انه إزالة حماس رجعت نزلت الأهداف بطل الهدف إزالة حماس. اليوم عم نسمع السيد نصر الله عم بيقول بتوجه للعدو الإسرائيلي انه مش هدفنا إزالة إسرائيل. شو يعني؟ شو يعني انه بطلنا بحديث الإزالة الزوال يلي كنا دائما تتردد على مساعدنا مسامعنا الهدف انه إسرائيل ستزول من الوجدان ومن المنطقة ككل. لا وجه للمقاربة بين الأهداف التي وضعها بنيامين نتنياهو. لا مش عم أقول أنه مش عم قارن بس أنه محتاج إشرح. نتنياهو ما زال يتمنى أن يزيل حماس من الوجود وكل قوى المقاومة، ولكن عجزه في الميدان وانتقاد أبناء حكومته وأبناء أو القادة السياسيين الإسرائيليين والقادة الغربيين. حتى نذكر جوزيب بوريل قال له أن حماس هي فكرة والفكرة لا تموت ولا يمكن القضاء عليها. أوكي. وبالتالي عليك أن تضع أهدافا معقولة ومقبولة لحربك هذه. أما في موضوع إزالة إسرائيل، حزب الله منذ نشأته ومنذ اليوم الأول لإعلان هويته وأهدافه يتحدث عن أن هذا الكيان يجب أن يزول من الوجود لأنه غدة سرطانية، ولكن لم يقل أني سأأخذ على عاتقي هذه المهمة. يعني حتى سمحت السيد عندما تحدث قال لنتنياهو، يعني كشف عن أوراق ضعف لدى المقاومة وقال له أني أراعي الجانب اللبناني، أراعي مصالح اللبنانية، وأنا أنظر أن الاصطياف وأن المسابح وأن المطاعم مليئة والمطارات والسياح قادمون، يعني أحاول أن أحافظ على هذه الصورة في لبنان وأن لا يتأثر. ما حدا قال بعد يجي من السفر أنا الحركة طبيعية. ما شاء الله. هلا بغض يعني الضريبة اللي عم ندفعها أقل بكثير من اللي عم يدفعها العدو الإسرائيلي والمنافع كيف فينا ما ندفع ولا ضريبة؟ الضرر الذي لا لحظة عظيم إذا بتفوتي على هيدي النقطة. من الذي أوصلنا لهذه الحالة؟ تخاذل العرب، ضعف لبنان باعتباره الخاصرة الرخوة. لو كان هناك عرب على مستوى المسؤولية لما كانت تهجر أصلا الفلسطينيين في 48 ولما كانوا هزموا العرب المجتمعين في 67. ليش نحن بس اللبنانيين عم بحصل حقوق العرب كلهم؟ لا وحقوق الفلسطينية وحقوق الدنيا. هالبلد الصغير بحب يعيش بسلام يا ستنا، صح ولا لا؟ وشعبه بحب يعيش يعيش بكل ما للكلمة من معنى. هناك من وضعنا، لا يمكن أن تخلق واقعا أنت سيئا لي ثم تحاسبيني على محاولة تغيير هذا الوضع. مين قال لك يا ست نتالي أنه أنا بدي أولاد عمي ثلاثة يستشهدوا بهذه المعركة، بدي إخواتي يكونوا على الجبهة بأي لحظة بيجيني خبر استشهادهم، بدي أولادي يكونوا مشروع مقاتلين ومشروع شهداء، أنا بديهم مهندسين وبديهم محامين وبديهم علماء وبديهم كابتن طيران وبديهم ضابط بالجيش اللبناني وبديه ضابط بالأمن العام. أنت فرضت علي هذا الواقع، أنت في فريق بلبنان استعان بهذا الجيش الإسرائيلي وجابه وعيشني 18 سنة تحت الاحتلال والذل والاعتقال، وبلش هلأ العالم يشوف هذا الوجه القبيح لهذا الاحتلال مما كنا نعاني نحن، وأن مصير كل هذا العالم على يد هذا المجرم هكذا سيكون إذا تمكن منه. لبنان كله كان عم بيعاني، ما فينا نجزء أنه في فريق واحد كان عم بيعاني من العدو. لا لا لا, لا. لا معلش معلش يعني معلش
معلش يعني اذا بترجع لابجديات السياسيين اللبنانيين بقول لك نحن ب 1990 خلصنا وعملنا اتفاق الطائف ولبنان صار بسلام. 10 سنوات هذا عم بيعاني هذا جزء من لبنان. انا بتحديك اذا مش نص المسؤولين القيادات اللبنانيين مش صايرين اصلا منطقه الجنوب، مش رايحين عاملين سياحه عسكريه سياحه حربيه انه هون شهداء سقطوا وهون الدباب الاسرائيلي دمرت، حدا رايح على وادي الحجاز؟ ما حدا رايح على وادي الحجاز. بعد ما شفت امبارح نائبه عم تستحضرنا التاريخ من 1400 سنه، هيدا بدي اقول لك انا شريك بلبنان، وانا يعني سمعت سيد عم يقول في فريق نحن جربتونا بال2000 وبال2006 وبال2011 وهلا بال2024 انه عم نهديكم النصر، بس انتم كل مره عم تكونوا مع الاسرائيلي بهيدي المعركه، عم تكونوا مع الاسرائيلي. يعني اليوم في موقف للبطريرك الراعي محترم جدا ومقدر جدا، قال يجب ان تكون الجبهه اللبنانيه متماسكه وموحده في عدوان اسرائيلي اليوم. بعدين تعال حاسبني خي، غلطت انا ما غلطت بهذا القرار، تعال نتحاسب بعدين، بس ما تكون ظهير للعدو اصلا. اي ما تصار في محاسب القرار، القرار هلا بالسياسة كيف مثل ما هي، نحن مش اللبنانيين كلنا تحت وطن واحد اسمه لبنان 100%. القرار بده يتخطوا فريق واحد ويجروا اللبنانية ورا، وإذا قال لا بيطلع خاين. لحظة يعني تخوين لحظة. الناس كمان مش مزبوط. لبنان مما يتكون مجلس نيابة رئيس ومعظم النواب مؤيدين للمقاومة وحقها في الدفاع عن لبنان. النواب بيتم نناقش الموضوع بيكون أحسن. مجلس الوزراء موقفه خلف المقاومة وأن على إسرائيل أن توقف عدوانها على غزة. هلا كتلة التجدد وصفت رئيس الحكومة بالناطق باسم حزب الله، شو يعني شو بدي والحكومة اللبنانية هي حكومة حزب الله بكل بساطة كمان. اللي هو كل حزبه ما أخدوش قد نص نائب بحزب الله، بيطلع بيحكي باسم كل اللبنانيين، نحن المصلحة له، هو اللي شايف مصلحة لبنان. يعني هو اللي بي وقع 17 أيار وعمه جاب الإسرائيلي، هو صار شايف مصلحة اللبنانية أكثر من حزب الله، أكثر من السيد حسن نصر الله. اللي عم يقدم ولاده يحكي رأيه، يقول هذا رأي حزب الكتائب بما يمثله حزب الكتائب، مش يقول اللبنانيين ومصلحة لبنان لا ما يسمح لنا فيها. وحزب القوات اللبنانية كمان انه بيطلع بيحكي لغة أفخاي أدرعي وبيطلع بيحكي لغة نتنياهو وبيقول لك لا أنا مصلحة لبنان أو لا، ما عليه أنا في عندي مؤسسات اسمها مؤسسة الجيش اللبناني، مؤسسة الجيش اللبنية تتحدث نيابة عن كل اللبنانيين، هي إلى جانب هذه المقاومة في رحلة الدفاع عن لبنان، ولو كان لديها الإمكانيات لكانت المقاومة خلفها وليست أمامها. وبالتالي أنا لما بتعرض الجيش اللبناني وسكناته، لما بتعرض مواطنين لبنانيين مدنيين للقتل، ليه بقول أنا بطلع هيك؟ طيب وين الجيش اللبناني؟ ليه مش الجيش اللبناني بدافع عني؟ من الذي يمنع هذا الأمر؟ الأمريكي. من الذي خلال عدم تسليح الجيش نحن في حالة هيدول كلهم حلفاء أمريكا وهيدول بيتلقوا أول من السفارة الأمريكية. اليوم لما لبنان بحالة حرب مع إسرائيل شو بيطلع؟ بيطلع الإيراني بيقول أنا في حال تم العدوان على لبنان أنا إلى جانب المقاومة اللبنانية وسأدافع عن لبنان. مين؟ الإيراني. بيطلع الأمريكي بيقول حتى لو إسرائيل غلطانة ولا إسرائيل اعتدت نحن ملزمين بالدفاع عن إسرائيل. صح. بيطلع أنا كلبناني مع مين بدي وقع؟ بيطلع بهجم إيران وبطلع بزقف للأمريكاني. طيب كيف اي منطق هيدا؟ وبتقولي لي هيدا بده يحكيني بمصلحة لبنان والانقسام العمود الموجود بالبلد، وكيف ممكن ينحل لنكون موحدين ونقدر ناخذ قرار من دون ما يكون في فريق عم بيستفز فريق تاني؟ يا عمي يا ست نتالي، جندي امريكي بالمارينز حرق حاله قدام السفاره الامريكيه، طلاب الجامعات الامريكيه عم يتظاهروا ليل نهار، بالكونغرس الامريكي عم يوقف بيقولوا فري فلسطين، تحركوا بالاسكيمو، زلمه ياباني بيمشي حامل علم الفلسطيني بيروح بيوقف قدام السفاره الاسرائيليه، العالم كله اعتبر انه هذه قضيه انسانيه واقف على الشعب الفلسطيني، الا هيدا فوفو نونو اللي بده يضل يرقص ويضل على المسبح بده يقول لي ليش انت ارتقيت بانسانيتك وقفت مع فلسطين؟ ليش عم تقدم دمك؟ ليه عم تقدم روحك؟ ليه عم تقدم امن شعبك؟ لانه في ناس اكيد عندها رايها بالموضوع وحجج واضحه من ناقشها. خلينا ناخذ فاصل اول ومنتابع مشاهدينا. عودة مشاهدينا لمتابعة حلقتنا من نبض بيروت، ودايما مع ضيفي دكتور قاسم حدرج. من حيث وقفنا أشرنا إلى انقسام عمودي بالبلد، ما حدا فينا حتى إن شاء الله نوصل لمطرح يصير في نقاط مشتركة، ولكن هيك استحضرني هيك استوقفتني مشهدية من فترة.
هللنا وزقفنا وقلنا عال، صار في هاي الحملة تتذكرها من قبل وزارة السياحة ووزارة الداخلية، ونزلوا تضامنوا وأزالوا كل الصور عن طريق المطار وببيروت، إنه بيروت للكل والمطار لكل اللبنانيين، وهيدي واجهة لبنان حيث استقبل اللبنانيون أو المغتربون أو السواح. هلأ بعد هذه الأحداث اللي صارت عم نشوف صورة كبيرة على طريق المطار لقاسم سليماني الشهيد الأخير يعني الشكر، وإسماعيل هنيه. طيب شو هيدا؟ ما بتستفز الفريق الآخر؟ ما أخذنا عملنا إيماج للبلد ولعاصمة لبنان أنه حكر على شخص، أنه قدرين نفرض هوية معينة أو شو؟ بس يا تسمحي لي بس كمل شوي بموضوع إزالة إسرائيل حتى توصل الفكرة كاملة، وبرجع بجاوبك على هيدا السؤال. وبالتالي سمحت السيد لما عم بيقول، عم بيقول هذه المعركة كما قالت حماس، أن هذه المعركة هي ليست معركة تحرير فلسطين، هي معركة تحرير الأسرى. حزب الله يقول أن هذه المعركة هي معركة إسناد وليست هو منع إسرائيل من تحقيق أهدافها اللي هي تتجاوز كتير الانتقام من عملية طوفان الأقصى إلى إزالة القضية الفلسطينية وإلى القضاء على المقاومات. وهذا عم نشوفه أمام مرأة العالم كله، أنه المخطط أكبر بكتير عم يروحوا على الضفة الغربية. طب الضفة الغربية شو إلى علاقة مع السلطة ومحمود عباس؟ عم يدمروا البنى التحتية، عم يعدموا سبل الحياة بكل المناطق الفلسطينية تأكيدا على احياء فكرة قديم. وشفنا وزراء، عم نحكي وزراء مش مسؤولين عاديين، وزراء عم يقولوا انه اخلاقيا وقانونيا بحق لنا نعدم 2 مليون فلسطيني بدون اكل وبدون دواء، وقبل منا في حدا بده يستخدم القنبله النوويه. وبالتالي هذه هي اسرائيل، وعم يقولوا معركتنا مع مش معركه ازالة من الوجود، هيدي المعركه. مش وليش فرصتها بهالمعركه؟ وليش؟ ليش؟ ما هي بدي اقول لك انه اي متى بنعملها باندينج يعني بعدين بنرجع بنزيلها؟ ايه لا سمحت السيد يمكن بحاجه لحلقات نحن لنشرح كل يمكن اطلاله له، بس بعقل منفتح ونبعد غرائزنا، نبعد ميولنا السياسيه لحتى يعني نفهم شو عم يقول هذا الرجل. اول شيء يعني انا بشوف محللين سياسيين دائما بقول لك ما هو بال2006 قالنا لو كنت اعلم، لو كانوا يعلمون قيمه هذه الكلمه واي مكان بترفعه للسيد ما كانوا بيضلوا يقولوها على لسانهم لو كنت اعلم. ما حدا بيقول الا واحد مثل السيد حسن نصر الله، انسان مسؤول وانسان عظيم، بيقول ايه معركه تحرير 500 اسير لا تستحق تدمير قرى و1100 شهيد. لو كنت أعلم بأن إسرائيل ستخوض مثل هذه الحرب لا ما بخطف جنديين، ولكن تبين أن إسرائيل مخططة أكبر استعجلت فيه. كذلك الأمر بفلسطين، لو كنت أعلم والله أن بدي حرر 5000 أسير ما بموت 150 ألف، بين أنه لا إسرائيل كانت تعد العدة لهذا الموضوع. وبالتالي هذا كلمة سمحت السيد. هلأ بموضوع إزالة إسرائيل، مات السيد حكى عن الفوز بالنقاط وليس بالضربة القاضية. لا، لأنه ما عم نقاتل، هيا عم نشوف أي نوعية عدو عم نقاتل، مجرم سفاح لا يقيم وزنا لأي عنوان من عناوين البشرية والإنسانية. وشايفينه شو عم يعمل، مستشفيات ومخيمات لاجئين، وبيقول بدي أقضي على 2 مليون جوعا وقتلا. بقى المعركة معه ليست بالسهلة، إذا كانت الكلفة تبعيتها عالية جدا منكون كأنه ما عملنا شيء. شو أزلنا إسرائيل ودفعنا كلفة عالية جدا ما منكون ربحنا. عم يقول بالنقاط لأننا نعلم. شو معنى بالنقاط؟ شو معنات بالنقاط؟ هلأ اليوم لأننا نعلم، لا هيدا أمر محسوم. لا هيدا أمر محسوم. صراعنا معارك بين الحروب وأيام معارك مثل 33 يوم، هذا كشف جانب من عدوان إسرائيلي مبين. يعني إزالة إسرائيل رح يكون تمنى إزالة المنطقة ككل. كونداليزا رايز بتيجي كرمال جنديان اسرائيليين بتقول انه والله شرق اوسط جديد وهذا مخاض ولدى الشرق اوسط جديد، يعني في مشروع كبير كان عم يتحضر للمنطقه، كانت مثل حجه مثل والله ما جماعتنا اللي عم يضلوا يقولوا. هلا بنيجي لموضوع الصور. وبالتالي خليني اختصر واقول انه معركه ازاله اسرائيل هي معركه قائمه وهي هدف لكل محور الممانعه، واصبحت هدف للعالم كله، العالم الذي يقول بان هذا كيان جرثومي، كيان شيطاني سرطاني. الامريكيين اليهود العلمانيين يقولون هذا الكلام يجب استئصاله لأنه هو بيشكل خطر بجنونه على العالم، وهو الوحيد اللي ما بيقيم وزن لكل القوانين الدولية. لنيجي لموضوعنا الثاني. صورة أحلى ما كنا لموضوع. لا مش هي مش موضوع صورة، هي موضوع بس إلا مؤشر. هي موضوع صورة نقرأ من خلالها. موضوع صورة. موضوع صورة هقلك. أول شيء
ليه ما لما نعطي امثله بدنا نكون نحط الظروف المناسبه لنسقط عليها الحدث، هل هو ملائم ام غير ملائم. لما بنكون بلبنان بفضل هذه المقاومه ننعم بالسلم والامن والامان، وعندنا 170 مليار ودائع، عندنا تخمه بالودائع بالمصارف اللبنانيه وبالبنك المركزي، عندنا استثمارات خليجيه واستثمارات اوروبيه، وما شاء الله العمارات اللي عم تطلع على البحر شقه ب 10 مليون و12 مليون دولار، كله كان هذا بظل المقاومة ووجود سلاح المقاومة. طلعوا كم أزعف مدفوعين من السفارات، حملوا شعارات كذابة وقالوا 17 تشرين وقالوا حرية وقالوا ديمقراطية وقالوا ما بعرف شو عيش كريم، خربوا البلد. هلأ السياح هلأ اللي بنتأثر وبنش يجوا كرمال هالصورة، قديش ضيعوا على لبنان؟ مليار، 2 مليار، 3 مليار، ضيعوا علينا 170 مليار وعملوا انهيار اقتصادي بالبلد لم يشهد له مثيل منذ تاريخه بسبب تعليم السفارة. يا عمي قصة سواح، خليني قصة فيه بالشكل، لبنان لفريق واحد ولا لكل اللبنانيين. ليش قلت لك أنا أنه الظرف بدك تسقطي الظرف على الواقع؟ اليوم كنا بهيدي الحالة، وبالتالي بتاخذ قرار، أول حدا رحب فيه حزب الله وحركة عمل وكل الأحزاب وقالوا إيه شيلوا صور وعلقوا صور العلاقة بالسياحة وصناعة لبنان واللي بدك إياه. ما نحن أكتر حدا بيستفيد من هذا الموضوع، لأنه نحن ندفع دم لأجل لبنان وكرامة لبنان وهذا العلم اللبناني ويكون بالطليعة لبنان والأمن والأمان، لأنه نحن بندفع ضريبة بالدم دايما حتى على طريق القدس، على طريق على طريق, على طريق أم هو طريق القدس واحد. لا القدس. لبنان هو لبنان عندي القدس. هلا اذا معنا وقت بنحكي نرجع للصور. نحن الان في حاله حرب، نحن في حاله حرب وفي حاله القضيه الفلسطينيه تتصدر فيها كل الاهتمامات. في عدو اسرائيلي ارتكب هذه الجريمه ونحن معنيون بها، وبالتالي معلش اللبناني اللي حمل صور اردوغان واعلام التركيه اللي كانت عم ترفرف بطرابلس حملوا صح. هي مش صح بساحة الشهرة، بس هيدا كمان مش صح. لا عملك هذا الفريق لأنه ما بيصح، مش إذا غيرنا عمل شيء مش صح. هيدا اللي كان يسب لجبران باسيل بالساحات ويسب الأعراض والإمات، هيدا اللي قال النازح جوا وباسيل برا، هيدا اللي رقص بأعلام الثورة السورية وعمل لها مهرجان، هيدا اللي جاب أحمد الأسير وعطاه ساحة الشهرة يعمل فيها احتفالات ويحمل صور القادة الإرهاب في العالم اللي تبين أنه أكلت أكباده وبائعين كله هيدا يعني اعتبر. لما كنا نحن ونقول هيدا بشكل خطر وتبين انه قاتل الجيش اللبناني اللي بالامس عم يطالب باطلاق سراحه، يعني الوطني العظيم سمير جعجع بذكرى عيد الجيش عم يطالب باطلاق سراح قاتل الجيش. قالوا بيحكيني بالفتنه، فتنه شو اللي بدها تنعمل اذا واحد ارهابي واخذ نصيبه؟ انت بتقول الجيش والمحكمه العسكريه والدوله والقضاء والقانون، المهم مثل ما بدهم بيديروا دائمه الجر. وبالتالي بهذا المكان اللي قلنا لكم بشكل خطوره، وانتم اللي بتحكوا عن الطائف، الطائف ماذا يقول الطائف؟ العلاقات المميزه مش مع السعوديه ولا مع فرنسا، مع سوريا، ويجب ان لبنان ان لا يكون لا مقرا ولا ممرا للتآمر على سوريا. اتخذوا من لبنان ساحه، لانه وقت الطائف كانوا احباب، كانوا احباب كلهم، سين سين والسين وامريكا موكله سوريا بلبنان. نحن بالقران وحتى بالانجيل يا عمي هتؤمنونا ببعض الكتاب، بس كمان خذ الظروف يا ستنا. الطائف انعمل وقت في وصايه سوريا لبنان، مش فالحكي، اكيد بده يكون الهدف انه نقول سوريا اوعى ما يتشاطروا علي ويقولوا لي بدك انت مش تطبق الطائف، انا بدي اطبق. يطبقوا يا بيطبقوا، لانه بالقران وبالانجيل بيقولوا للمؤمن ما فيك تاخذ ببعض الكتاب وتكفر بالبعض الاخر. يا بتاخذ الطائف مثل ما هو بتطبقه، يا اما ما تخاوز انت وتجيب لي وزراء حكومه. يعني مثل بيقول لك ما باسيل كان معه الاكثريه او التيار الوطني الحر، شو عمل؟ لا، كان عندكم انتم معين المرعبه وكان عندكم اشرف ريفي وكان عندكم نهاد المشنوق ليل نهار على الفضائيات العربيه عم يحاردوا على سوريا على الدوله السوريه وعم يحموا النازحين اشكال الوان وفتحوا لبنان لهذا الخطر الكبير. هودي خطر، مش صورة تعلقت على طريق المطار معلش، صورة مؤقتة تعطي مدلول. عندي أنا 600 ألف فلسطيني اليوم كمان عم أقول لهم أنا متضامن معكم قلبا وقالبا. لازم نقول لهم، بدي أسألك سؤال، لازم نقول لهم ضرورة العودة، لازم نقول للسوريين يرجعوا، مش نتضامن. لا لا، هيدي يعني عم بحكي الصورة، يعني ما هي ما هو تأثير هذه الصورة؟ يعني معلش، ما هيدي اللي عم تحكي عنهم دي اللي هاكلاني همهم، ما هن عم يروجوا لحالة الهلع بلبنان وعم يقولوا للسياح ما تجوا. الأردن طلبت أن المواطنين مغادرة لبنان مش بسبب الصورة، الأردن
مصر، كندا، فرنسا، امريكا، بسبب بريطانيا، تخوف انه تتوسع المانيا، الامور اكثر. انه هلا هدول صناع القرار اللي بيعرفوا انه لبنان ما بده يوسع الحرب، ما قادرين يمونوا على نتنياهو. هلا يا ست نتالي فاقوا انه يقولوا سموتريتش، هذا تصريحه مدان، انه صاروا مثل العرب، يعني هن بيشجبوا وبيستنكروا، ما انتم صناع القرار وانتم كذابين اصلا. يعني شوفي في مثل بحبه كثير انا هلا عم يطبق على ارض الواقع، بيقولوا احد الزعماء ظهر بمؤتمر صحفي قالوا ليكن احنا ما نروح نغزي هذه المدينه حنقتل مليونين بني ادم، مثل ما قال سموتريتش بدي اقتل مليونين فلسطيني. خلينا نقول سموتريتش هلا قال بدي اقتل مليونين فلسطيني وطبيب اسنان. كل اللي بالمؤتمر الصحفي شو قالوا له؟ مين طبيب الاسنان؟ وليه بتقتل لطبيب الاسنان؟ مليونين نسيوا المليونين. بقى نحن هلا شو عم يعمل المجتمع الدولي والامم المتحده؟ الاون عرض على التلفزيون الإسرائيلي حادثة اغتصاب أسير فلسطيني، وهذا مخالف في 150 ألف قتيل انقتلوا، في عم بيقتلوا، عم يعدموا الناس بالشوارع المدنيين والأطفال، في عم يقولوا بدنا نقتل المليونين، عم يقصفوا المستشفيات، عم يقصفوا خيام النازحين، الأسرى تاع كل عم يظهروا الأسرى أصلا معدومين الإنسانية، وعم يموتوا الأسرى من الجوع من سوء التغذية ومن التعذيب، وعم يموتوا من المرض، وعم ياخذوا الضحايا وعم يتاجروا بأعضائهم، عم ياخذوا الأموات. صح. مش شايف العالم كل هيدا؟ وهلأ جايين تمثلوا لي إنه إسرائيل حريصة على حقوق الإنسان، وإنه النيابة العامة العسكرية تحركت ضد خمس عام، ما كل جنودكم أصلا قتلة ومجرمين؟ ولو ما شفتوا على التلفزيون اللي أهدى زوجته إسقاط مبنى، تفجير مبنى بالفلسطينيين المدنيين، ما شفتوا اللي أخذ من فلسطينية قتلها وأخذ منها القلادة وقال لبنته هيدي هدية إلك بعيد ميلاد؟ ما شفتون هيدولة إنه عم يتسلوا بالشعب، عم بيعملوا فيلم رعب حقيقي بالشعب الفلسطيني يوميا؟ بس هلا هذا لوين بيودينا؟ هلا طالعين تقولوا إنه هذا المجتمع كذاب، هلا طلعوا يحكوا إنه سموتريتش نحن، بتعرفي شو عملوا؟ لهو يعني. مش بس لهو، اللي قال عنهم الدبلوماسية السافلة المنافقة سمحت السيد، اللي بيقولوا لنا إنه إيه تركنا نتنياهو عمل اللي عمله، هلا أنتم طولوا بالكم، ما توسعوا البكار، ممنعوك أنتم لما كان عم تاجر مجد الشمس تطلعوش تقولوا إيه لو من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ومن حقها ترد عليكم، ولكن أنتم مش من حقكم. طب هلا نفس الدول اللي عم تجرب تصريحات سموتريتش، طيب رئيس بلديتنا كزاكي ما بدش يوجه الدعوة للسفير الإسرائيلي إنه يحضر ذكرى مجزرة النووي اللي عملتها أمريكا، قاموا كلهم هددوه بالمقاطعة إذا لم يحضر سفير إسرائيل. طب كيف أنتوا ضد إسرائيل بمحل ببعض التصريحات، وهلأ أنتوا بكن توقفوا لجانب إسرائيل تكون موجودة بمنتدى دولي؟ بقى يا ستنا هودي اللبنانية اللي عم ينتقدوا صورة على طريق المطار، لنرجع لسؤالك، لكن تأدونا ليش انتقدنا الاحتفالية السافلة التي قامت بها دولة حقوق الإنسان ودولة الحضارة فرنسا لأسائد فيها لأهم الرموز الدينية بالتاريخ اللي هو السيد المسيح اللي بيهم المسلمين والمسيحيين ورمزيته وقيمته كبيرة عند كل هؤلاء مليارات من البشر، أساءوا له بهذه الطريقة البشعة القذرة اللي بتشبههم؟ كيف انتقدنا نحن؟ هم انتقدونا حرية تعبير وحرية رأي. خي أنا شو هذا حاطط صورتهم كم يوم بشيلها؟ هزت مشاعرك وهزت شعورك، وانت هون اللي هذا احتقر المليارات البشر، انت ما هزت شعورك وبعدك بتقول فرنسا أم الحضارة وحرية تعبير وحقوق إنسان؟ ليش قديش نحن تأثرنا المظاهر البشعة اللي كانت تنعمل للترويج للمثلية ويعملوا احتفالات بالداون تاون وغيره؟ طيب ما هذا بيأذيني أنا مش كمان كمسلم، وبيأذي المسيحي كمان مسيحي، ولكن ما هيدي اللي حكيت عن 1400 سنة يا اختي عدائي، رجعي شوي لورا بعد، راكبي أنا وياه بعد أكثر من 1400، رجعي عدائك مع اليهود، أنت عدائك الأساسي مع اليهود. بس رجعت وضحت إذا أصلك عن النايبة شو وضحت؟ أنه مش قصد المسلمين. إيه لكم مثل معلمة مش شاطرة بالحساب، يعني لأنه 1400 شوي الـ 46 ما تنطبق إلا على الإسلام، إذا قصد الكنيسة المارونية في إلا تاريخين، تاريخ بقول 400 ميلادي يعني عمره 1624 سنة، وفي تاريخ تاني بقول تأسست بال 687 يعني عمره 1300 وشوي. بقى مثل معلمة مثل معلمة بعدين ما طلع معه أنه بس أهل صيدلة اللي تأثروا بهذا الموضوع، لأنه
الدائره الانتخابيه، لانه في اصوات، عشان هيك في اصوات يا دكتور ما بتخسرها. يا ستنا عندنا شيء اكبر بكثير، يعني في حدا عم يجرب يضرب وحدتنا الوطنيه، يعني هلا في شيء من بركات معركة طوفان الأقصى إن نزعت فتيل انفجار كان لن يبقي ولن يذر في المنطقة بأسرها، والمسيحي حيكل الضرب فيه أكثر من غيره، هي الفتنة السنية الشيعية اللي شفناها شو عملت بسوريا وشو عملت بالعراق وعم تمتد كانت لعنا. بنزع فتيل هذا الانفجار الكبير وأصبح فيه هذه الوحدة، ليجي حدا يلعب بالوحدة الإسلامية المسيحية ويكب يعني شبهات ويرجع خلينا نحكي عن هذه الوحدة إذا بس بالكلام والشعارات وإذا عن جد في احترام للشريك المسيحي بهالبلد. هيك منفوت شوي بتفاصيل الملفات اللبنانية يمكن المنسية من رئاسة جمهورية، من مناصب، من تعيينات، من أداء للحكومة. يعني اسم الله دينامو مش عم توقف، ولكن بعد الفاصل الثاني خليكم معنا. عودة مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من نبض بيروت، دائما مع ضيفي المستشار في العلاقات الدولية دكتور قاسم حدروج. يعني لبنان اليوم هيك باندينج تركينو ماشيين هيك، يعني سيري وعين الله ترعاكي، ما بعرف شو الوضع. يعني منشوف اسم الله حكومة بتجتمع على اطلاع رئيس الحكومة من الوزارات انه مستعدة مهيئة حتى البلان لمواجهة أي حالة طوارئ، أي حالة طوارئ بيقدروا الوزارات يواجهوها، وهن معاشات موظفين أنجع عم بيدفعوا. معلش خلينا نكون واضحين، شو ممكن ينعمل اليوم؟ أنه بس هيك عملنا اجتماعات طلعنا بيانات، اليوم أصلا القطاع العام والمؤسسات والوزارات عم تشتغل شغلة بالأول لتبلش تحط خطة لحالة الطوارئ؟ يعني بصراحة لبنان هو معجزة هذا الزمان، يعني مش عم بمزح والله، انه بعد 17 تشرين هذه الازمات اللي واجهها لبنان، انه في بلد بينسرق 170 مليار من ودائعه وبتتبخر عنده فجوه مالي. يعني بريطانيا هلا عامله ازمه، اكتشفوا انه في فجوه، لا غير انه التطرف اليميني، انه اكتشفوا في فجوه 23 مليار دولار او جنيه استرليني. نحن 70 ببريطانيا، نحن 100 ونحن 70، الفجوه 79 الفجوه وعندنا 170 تطرف. وبعده لبنان هلا الدولار بعد عم ناكل نشرب وعايشين، الدولار عم يلعب، الذهب عم يلعب، العملات عم تلعب الرقميه، البورصات عم تنهار، ما شاء الله دولارنا نحن قاعد ليك اجى 89 900 بيجي بهز، وقطعنا فتره مش معروف بننام على رقم 200 وغيره، وطلع عندك محللين اقتصاديين وغيره. بقى في شيء مش منطقي. هلا اسرائيل تعتبر من اقوى اقتصادات العالم خاصه في مجال التكنولوجيا، يمكن سمعت سيد حكى عن قيمة المصانع اللي عندها. في انهيار بالاقتصاد الإسرائيلي بعد 10 أشهر من هذه الحرب التي هي تمسك بزمام المبادرة فيها، ورغم كل هذا الدعم الدولي لها من الخارج وتشهد انهيار اقتصادي. ما لبنان معلش، يعني اللي مرق عليه كورونا، طلع الأول بالعالم بمواجهة كورونا بصراحة بالعشوائية، يمكن يعني على البركة الله ميسرها معنا، طلعنا نحن والله إجراءاتنا سليمة وأقل عدد ضحايا ومشي حال وما شاء الله علينا بالاقتصاد، هينا هدينا البنوك اللي هي مفروض اصلا بعد اللي عملته انه تكون اصلا كلها فلسه او مولعه والعالم محتلتها، ماشي عم ترجع تعطي القروض وبنك الاسكان وغيره. لبنان اللي كان اصلا يعني يحتل سياسيا وعسكريا بفرقه موسيقيه، وكانوا يبعثوا له مثلا موظف درجه رابعة شنكر او بنكر يبعثوه ليحكي مع المسؤولين اللبنانيين، هلا اعلى مستويات تخاطب لبنان يعني. وبيطلع لبنان اصبح رقم صعب، لبنان القوي، لبنان القوي بقوته وليس لبنان القوي بضعفه، هو اليوم يرسم ملامح قوة النفوذ في خرائط النفوذ في المنطقة بأسرها، وسيسترد كل حقوقه، وجيشه سيتسلح وفق القواعد الوطنية وليس وفق الإملاءات الأمريكية، نفطه وغازه سيستخرج، الكهرباء عيب، متفائل كثير عيب الأربعة طبعا، متفائل كثير طبعا طبعا. هذا الدم، شو المؤشرات اللي بتدل أنه
هذا الدم عيالنا ولا عيام احفادنا هذا. هذا لا الدم؟ لا 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 لانه نحن بي بي يعني بي من ايام بي جدودنا بيقولوا ان شاء الله اولادنا، لا بعدنا بنقول ان شاء الله اولادنا بس يعني. نخلص من البارازيت اللبناني اللي هو اصلا تاريخه اسود، وهو كان بايده زمام المبادره، وكان بايده، كان هو صاحب القرار. بيقول لك هلا قرار السلم والحرب بيد حزب الله، كان القرار بايدك انت اللي ب 69 رحت بعت لبنان وقدمته على طبق من ذهب لمنظمة التحرير الفلسطينية تيجي تقاتل من عنا. أنت اللي بال75 أخذت قرار تعمل حرب أهلية وتعطل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني. ليه بقى بوقتها ما قلت أنت الجيش اللبناني واجباته؟ أنا عم بدفع له مرتبه من ضرايبي، أنا عم ببعت ابني بعمل واسطة ليعمل جندي، أنا الضابط اللي بكل السنة ومعه مرافقة وعنده مخصصات، ماشي، هذا اللي بدي أقول. ليه بدي أقاتل أنا؟ ليه الدكتور علي حدرج معه دكتوراه اتصالات باليسوعي ومليونير؟ ها؟ ليه هو بدي استشهد كرمالك يا بضاعة انت لتطلع تنظر علي انت على التلفزيونات وتقول لي هذا لبنان لإلي قبل ما يكون لإلك؟ لا، عطي، انت اخذت قرارات كلها خاطئة وصلتني لهون، هلا عم تحابني نعمة، ما ليش تركني يا خيي انا قود هالسفينة شوي، تحكيني ليكي الصراع بلبنان ما في لا مسيحي ولا مسلم ولا درزي ولا سني، ليكي حفلة الجنون اللي احنا عايشينها، يعني لما بتصير موضوع مجدل شمس اللي مفترض رغم حجمه الصغير يعني انه هو بيعد حاله مع حلف المقاومة، طلع يشكك بالحدث وطلع يشكك بجدوى معركة الجنوب او جبهة الجنوب، بينما اللي خصمك بالسياسة اجا حط كل تقله، وهو له تقل وله وزن بالطائفة وبالسياسة اللبنانية، يقول انا مع المقاومة على الامين عن الوليد باك جنبلاط، يعني اللي بيكون عنده مواقف وطنية قديش كنا ننتقده بالسابق، هلا نحن هيك بنشتغل، نحن على الموقف، نحن لا بنزقف لحدا كل العمر ولا بنسب حدا كل العمر، اليوم موقف مشرف، موقف وطني نصفق له وبحرارة لوليد جنبلاط، ومن كان يدعي انه حليف لنا ننتقد مواقفه لان كانت مواقف مشبوهة نوعا ما. وبالتالي تحكيني عن المسيحية، طيب تحينا نعمل استفتاء يا ستي، مين في قوة وطنية مسيحية على الأرض؟ المرادة؟ المرادة هني مع المقاومة. قوة مستقلة اكتار، مثلا خلينا ناخد النائب جرادي كمثال، مع المقاومة، التيار الوطني الحر، موقف الوزير جبران بسير عمل صدمة، واضح عمل صدمة، نحن عم نصيف لانه هودي عم يستشهدوا. صحيح. طب ما هذه الشهاده تاريخيه لرجل مسيحي وطني، وبالتالي مين؟ جماعه اسرائيل. انا بدي صغيرهم سامي جميل وسمير جعجع. ليش عم تخونهم؟ مش شو يعني؟ انا عم خونهم؟ شو جماعه أنا عم خونهم؟ اسرائيل؟ ليش انا بي اللي قال ولا بي اللي قال؟ ايه هداني شارون عوزي هلا هلا هن مع اسرائيل ولا 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 انا ما فينا. انا اللي عملت الكتاب. هلا اذا نرجع للتاريخ وهيك مش في كثير قصص، في كثير قصص فينا نفندها، ما في عنا وقت ما في نفوت فيها، بس ما فينا نخون شريكنا بالوطن. أنا بس انت قلت انه في احترام للشراكه بهالبلد بالقانون والتضامن المسيح المسلم اليوم في احترام للدور المسيحي ووجوده بهالوطن. لما خلينا نحكي واقع على الارض، ليكي فراغ برئاسة الجمهورية. ليش مش لانه متمسكين؟ لانه فيش المسيحيين مش موحدين، لانه ولا طبعاً. والفريق الثاني مش متمسك بمرشح هيدا ليش ولا متمسك احد مرشح؟ شو جايب انا روم اورثودوكس يعني، ولا جايب درزي، ولا خاص. جايب شيعي؟ بس كمان بده يكون في اراء. ما له حق هذا اللي انا داعمه. المسيحية تقاطعوا المسيحية واتفقوا عمين انه اذا مش عزوقكم يعني ما بتقبلوا اليا واحد بيقبل روحوا بتقولوا روحوا اتفقوا يا مسيحيه جيبوا لنا مرشح، روحوا اتفقوا صار لا انا انا ما رح يا ستنا. التيار الوطني الحر مش كان له موقف من نجيب ميقاتي ما بدنا اياه رئيس حكومه ومعته؟ طيب ليه ما هذا موقع سني؟ هذا ليش بده يعطي رايه التيار الوطني الحر فيه؟ اعطى رايه. ليه بده؟ ليه سمير جعجع؟ ليه سمير جعجع الماروني؟ البركه بالثنائي يعني. ليه سمير جعجع الماروني؟ بشو البركه بالثنائي؟ كله بالثنائي هلا. طب مين جابه لميقاتي اخر مره؟ ليش مين بدك تجيبي غيره؟ دعم مين؟ مين بدك تجيبي غيره؟ ليش مين كان مرشح غيره؟ ليه مقطوع الدنيا؟ لا خلص ما عادش في حدا بس عند السنه يعني. ما هن شو العلاقه؟ كان نجيب ميقاتي بقاله مين؟ داعمه سمير جعجع لنواف اسلام؟ بنجيب نواف اسلام؟ ها؟ شو بنعمل؟ طيار الوطن الحر لا بده نواف ولا بده نجيب مئات، بدنا نجيب واحد. لما نحن المرة الوحيدة اللي حزب الله أخذ المسؤولية على عاتقه وجاب دولة الرئيس حسان دياب حاربوه بالقوة،
واجا الدنيا كلها باقي ضده اصلا القوة يعني. ولا منهم فيه؟ لا باقي، لا باقي، هي هو هو من 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 جوا بس، لحظة بس من ضمن، اخر شيء كيف هلا تنكون واعيين؟ لا من اخر جوا شيء ومن الكل برا. كانوا من جوا ومن برا، والزمن والدنيا يعني وكورونا ما باقي وانفجارات حدا الا الطيور ما والانهيار الاقتصادي كله كله يعني اصلا، اللي هو الظرف ما كان حكومه ضابط طوكيو بتسقط يعني، كانت 100%. وصمد وصمد الحمد لله. المقصود انه نيجي للاستحقاق الرئاسي اليوم، ليك اللي عم يتغنوا بيقولوا انه المفتاح السري لحل كل مشاكل لبنان هي بانتخاب رئيس جمهوري. طب مش هن ذاتهم اللي كانوا بدهم يقصوا ولايه الرئيس ميشيل عون؟ مش هن بذاتهم اللي قالوا نطلع نشحتك من قصر بعبدا؟ مع الاحترام الكامل انا عم بنقل عباراتهم. مش المرجعيه الدينيه المسيحيه اللي قالت لسمير جعج عندي كل ما بشوفك عيد، ولكن قاطعت رئاسه الجمهوريه وكانت تصوب سهامها على رئاسه الجمهوريه كل عظه احد كان فيها الى عبد الله العزيموي؟ ما كان في مقاطعة، بالعكس اللقاءات كانت مستمرة. معلش ولكن لا، ما كان منحازا، كان منحازا للفريق المطالب بقاطع الجمهورية، وكان ممن يحملون الجمهورية مسؤولية بموضوع انفجار مرفق يوتو، وهذا هذا ظلم. وكانوا منحازين لثورة 17 تشرين اللي كانت موجهة كلها ضد الرئيس ميشيل عون. وبالتالي يعني لما كان في رئيس، ورئيس يمثل الأكثرية المسيحية ويمثل الضمير المسيحي والوجدان المسيحي، وأضيفي على كل ذلك يمثل ضمير كل لبناني لأنه كان قائد للجيش اللبناني. أوكي. ومن يزعمون، بس الكل ما ساعده، ومن يزعمون الكل يا دكتور، في مين صوب بالمباشر وفي مين انه خليني ما تعاون بالملفات؟ خليني انا كمان عم جاوبك على اللي هلا عم يعتبروا انه هذا حق لإلهم وممنوع حدا يتدخل برئاسه الجمهوريه. عم نقول انه لما كان رئيس الجمهوريه يحمل كل هذه المواصفات، وهلا عم تقولي لي تقاطعوا على حدا. طب اذا تقاطعوا على حدا بس نكايه وكل يعني من كل وادي عصاي، ما حدا هذا تجرعت السم وهذا قسم عني وهذا اللي مره واحده، بتتذكري انت هذا اسمه تقاطع؟ هذا واحد عم يتجرع السم ليروح يصوت له بس نكايه بحزب الله؟ واحد ما في ولا مواصفه من المواصفات اللي انا طارحها كقوة وطنية بخاف على حالي لما اجاني ميشيل سليمان يطعني بالظهر. لا عم اقول انا بدي حدا انا ما يطعني، ما يطعني بالظهر. جابوا لي واحد من خلفية. لحظة، ميشيل سليمان نتيجة شو؟ مش اتفاق الدوحة بعد 7 أيام وحزب الله أول من ذهب؟ مين اللي وافق؟ وقبل يجيب رئيس حكومة اللي هو كان الموضوع سبب ب7 أيام، صح ولا لا؟ مين اللي وافق؟ حيكون مين؟ لا ما حزب الله كمان وافق. هادي ما جاب نفس رئيس حكومة اللي كان حزب اللي الله اللي أخذ قرارين. بتعرفي حزب الله لو يجيب رئيس ميشيل عون بوقتها ويجيب رئيس حكومة تاني كان خسر كل مصداقيته. كانوا قالوا له أنت 7 أيام ما عملتها كرمال سلاح الإشارة مثل ما ادعيت، أنت عملتها لتحقق مكاسب سياسية. وهل عم يقول لهم السيد حسن انه ما تخافوا مننا، نحن جماعه مبدئيين لن نجير هذا الانتصار الى الداخل اللبناني بالسياسه اللبنانيه. خافوا اذا ربحت اسرائيل يا جماعه انه يصير في يد اسرائيليه بلبنان، بس لكن نحن ما تخافوا اذا انتصرنا، نحن حنضل مثل ما نحن وما حنترجم هذا الانتصار. وبالتالي نحن اليوم امام قوى تجري انعطافها وتحول باتجاه حزب الله، باتجاه المصلحة الوطنية. عندي ملفات داهمة إلى علاقة، الخطر الأول بس تخلص هذه الحرب وهذه الجبهة، ملف النزوح السوري اللي بيشكل خطر ديموغرافي وقنبلة موقوتة واللي بدك إياه. يبدو ما في حل قريب بهالموضوع. هذا واحد، لأنه بدك تشوف كمان الرأي السوري بهالموضوع. عندي إذا داوين هن أصلا يرجعون ولا خلص. لا لا لا، ما يهدد الاستقرار لا كمان لا. سوريا. انت بتعرف، انت يعني بنعرف من كل من اي مناطق تهجروا وقد ايه بيشكلوا خطر على الرئيس الاسد، صح ولا لا؟ حنكون واعيين. لا لا لا، ما كمان ما سوريا ما مش هالقد راكده لترجعهم. اول شيء احنا شفنا بالانتخابات لما دعي الشعب السوري للانتخاب كيف راح انتخب بالدم معظمه. ما نطلع بالشكل هذا. لا لحظة، لنقول انه نحن معظمهم هون نازحين اقتصاديين، معظمهم مع الدولة السورية ومع رئيس بشار الأسد، معظمهم بيطلعوا أصلا بيجيبوا موني من سوريا وبياخذوا المعاشات هون، عم يشتروا أراضي هونيك، وبالتالي عودتهم مسألة من أمنية، ولا انه الدولة ما بدها اياهم. دولة بس رفعي عنا حصار قيصر، رفعي عنا هلا الوجود الامريكي ويرجعوا يستلموا حقول يعني النفط والغاز. انت يا ريت بتطلعي بتشوفي انظمه الري المعموله بمنطقه شرق الفرات، شيء يعني ولا على المستوى الاوروبي. خلص وقتنا، بدي جواب سريع. بس انه لا، بدي اقول لك انه الدوله السوريه حريصه على ابنائها وبدها ابنائها، ومن يعيد اعمار سوريا هو ابناء سوريا، بس يبطلوا يدللوهم جماعه الـ NGO هون ويعطون الـ 400 دولار. ما بالتالي حيعودوا. بدنا جواب
الرئيس سريع، في رئيس الرئيس جمهورية ولا لا قريبا ولا لا مؤجل انتجه جدا جدا جدا. جدا قديش جدا؟ بنسرع بالحل بموضوع لحظة غزة لحظة، شو حيكون فيه؟ جدا جدا جدا؟ بعد رأس السنة ولا بعد انتخابات ما 26؟ في، انا ماني مثل المحللين اللي بتضيفوا بيعطي موقيت وبيقول لك نعم بده يفوتوا الاسرائيليه واي ساعه الرد. انا بس بقول لك الرد منيحة بين 9 و12 شهر بس، لانه بس ذكرى خراب الهيكل هيدا ممكن يكون هذا التوقيت وممكن يكون رد على المستوى البحري بس. بحري؟ اوكي لانه اخذنا جبلي. احدى ميزات الشهيد شكر رحمه الله عليه انه هو اسس القوه البحريه في حزب الله، بلكي هذه القوه اللي هو اسسها هي بتقدم له هذه الهديه من خلال رد نموذجي غير تقليدي وغير عادي يوجع الكيان الإسرائيلي، ولكن بيكون ككيت من الصوت، يعني ما بيعمل دخلة مثل ما عملوا بالحديدة هن ولا بيشعل نار. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك دكتور قاسم حدرس مستشار في العلاقات الدولية، لحلقات مقبلة إن شاء شكرا الله. شكرا لكم مشاهدينا لحسن متابعتنا، إلى اللقاء.